ومهر مؤخر مقداره مليار يورو. طبعا كلكم فاكرين الفنانة الكويتية غدير الفهد اللي اتجوزت جوازة كل البنات حسدتها عليها، ومهرها كان كيلو ذهب. اهي الست الغنية دي بقى اتعرضت لحادثة بشعة جدا من كام ساعة، واتطعنت بسكينة في رقبتها، ودلوقتي راقدة في المستشفى. تعالوا احكي لكم حصل لها ايه بالظبط في الفيديو ده. بص يا سيدي، غدير الفهد دي ممثلة كويتية طبعا غنية جدا، سواء عائلتها او بعد جوازها من الشاب العراقي الغني اللي جاب لها سبيكة ذهب مهر ومليار يورو مؤخر. ايوة زي ما سمعت، ما تتخضش. الست قررت تشغل فلوسها بقى، استثمرت مبلغ كبير جدا مع 3 اشخاص، واحدة عراقية وبنتها وصاحبها، لكنهم طمعوا فيها ونصبوا عليها في الفلوس وهربوا. لما اكتشفت غدير اللي عملوا فيها، راحت قدمت فيهم شكوى رسمية بتهمة النصب والاستيلاء على فلوسها، وبعدها بيومين حصل بينهم مقابلة واتخانقوا معاها، وفضلوا يطاردوها وضربوها في رقبتها بسكينة، وكانت في حالة حرجة. غدير الفهد هي كويتية لكنها عايشة دلوقتي في فنلندا، ودخلت المستشفى هناك ونشرت صور ليها على سناب شات علشان توري الناس حالتها واللي حصل، وكتبت غدير: والله لدفعكم التمن دم قلوبكم. بعد الحادثة قدرت الشرطة انها تقبض على المتهمين الثلاثة اللي ضربوا غدير الفهد بالمنظر ده وعرضوا حياتها للخطر، وهي وعدت جمهورها انها تقول لهم كل جديد يحصل في القضية. غدير الفهد اتجوزت جوازة العمر بالنسبة لأي بنت، الخلايجة دول فلوسهم كتير وجوازاتهم مختلفة، وطبعا هي ممثلة معروفة هناك وكده كده غنية، فمش هتتجوز واحد أي كلام. لا دي اتجوزت راجل عراقي بشروط خرافية، وهو وافق عليها مقابل إنه يتجوزها. جوازة غدير الفهد الخرافية دي كانت سبب أكبر في شهرتها أكتر من تمثيلها أصلا، لما فجأة سمعنا عن ممثلة كويتية اتجوزت بمهر كيلو ذهب والمؤخر وصل لمليار يورو، يعني حوالي مليار و278 مليون دولار. متخيل الرقم؟ اتجوزت غدير شاب عراقي وعملوا الفرح في فنلندا، ووقت فرحهم انتشر فيديو على السوشيال ميديا لحظة كتب الكتاب والمازون بيردد شروط العقد والجوازة، واول ما قرأ المازون المؤخر مليار يورو اتصدم وما صدقش، وافتكر انه غلط في القراية، راح بص للعريس علشان يصحح له الرقم، فالعريس هز راسه للمازون يعني تمام يا مولانا كم. أيوة زي ما قريت. الفيديو ده عمل ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا بعد ما الناس اتفاجئت ان العريس فعلا كتب لها مؤخر مليار يورو وقدم لها كيلو ذهب عيار 21 مهرها، وكانوا شايفين ان الموضوع مش مستاهل كل ده، وان ازاي العريس وافق يعمل كده. طيب ايه السبب اللي يخليه يدفع كل ده؟ بتعقدونا في عيشتنا ليه؟ طيب الصدمة بقى ان الجوازة دي استمرت اسبوعين بس، وبعدها اتطلقوا علشان ما كانوش متفاهمين. ده اللي قاله العراقي حيدر الفيلي، واعلن الطلاق بشكل ودي وبالتراضي بكل بساطه عادي، ولا كانه كاتب على نفسه المؤخر الخرافي ده. هنا كلنا نقف تحيه تقدير للممثله الكويتيه غدير الفهد اللي اتجوزت الثار العراقي وخدت منه كيلو ذهب مهر ومؤخر مليار يورو، وهوب اسبوعين وخلصت منه يا معلم. وقال ايه؟ مش متفاهمين. شايفين الدماغ يا بنات؟ عارفين كمان غدير دي عندها كام سنه؟ 30 سنه بس، يعني امنت مستقبلها ومستقبل احفادها كمان بالمؤخر اللي خدته من طليقها العراقي، واللي لحد دلوقتي فيه علامه استفهام كبيره. غدير الفهد اتجوزت اول مره من رجل اعمال كويتي اسمه محمد العتيبي، وخلفت منه ابنها الوحيد ابراهيم، وبعد طلاقها بكام سنه وقعت واقفه واتجوزت حيدر الفيلي اللي قلبته في القرشين وخلعت. المبلغ اللي خدته غدير من طليقها اكبر بكتير من كل الثروه اللي عملتها من الوسط الفني. هي شاركت في 6 مسلسلات بس، وده رصيدها الفني كله من 2013، لكنها اتشهرت اكتر على السوشيال ميديا وسناب شات بعد جوازتها الخياليه من حيدر الفيلي.